بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الفصل الأول في إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا اتكلمنا عن مناهج إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا اتكلمنا عن المنهج الوقائي والمنهج العلاجي والمنهج النمائي. الآن سنتحدث عن رابعا المنهج التأهيلي، وطبعا معروف أن التأهيل من الأشياء الأساسية والضرورية في مجال ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. يعد منهج التأهيل من الاستراتيجيات المهمة التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الذين لديهم جوانب قصور ارتقائية. يبقى التأهيل من الاستراتيجيات المهمة جدا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة من لديهم جوانب قصور ارتقائية من وقت مبكر في الحياة، ويهدف التأهيل إلى مساعدتهم. التأهيل بيهدف إلى إيه؟ إلى مساعدة هؤلاء الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. طب المجالات الاستراتيجية التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا تأهيل تربوي وتأهيل نفسي وتأهيل مهني. طب ما هو التأهيل التربوي؟ هو الكشف عن إمكانات وميول الأفراد وتوجيههم للبرامج البرامج السليمة المناسبة، والعمل على إكسابهم المهارات الأكاديمية. برامج إيه؟ برامج أكاديمية وتعليمية وتربوية. يبقى إحنا في التأهيل التربوي بنكشف عن إمكانات وميول الأفراد وتوجيههم للبرامج التعليمية المناسبة ليهم، والعمل على إكسابهم المهارات الأكاديمية الأساسية. وكذلك لو تحدثنا عن الموهوبين المتفوقين، فإحنا برضو بنحاول إن إحنا نساعدهم إن إيه؟ إن يصلوا إلى أقصى حد ممكن من الإمكانيات في مجال الطلبة. طب ما هو التأهيل النفسي؟ بيعتمد على إيه؟ يساعد المرشد في تحقيق التأهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج إرشادية تساعدهم على فهم الذات وتعديل اتجاهاتهم نحو إيه؟ الذات، نعدل اتجاهاتهم كمان نحو الذات ونحو الآخرين، وتنمية الثقة بالنفس. ده كله فين؟ في التأهيل النفسي. طب التأهيل المهني؟ من خلال برامج للتدريب المهني، هنقدم لهم برامج تدريبية مهنية مع الاستعانة بالأجهزة والأدوات اللازمة. هنشوف إيه الأدوات والأجهزة اللي تساعدهم في هذا التدريب المهني على القيام بأدوارهم المهنية، كمان إنهم يكون لهم دور مهني داخل المجتمع. الآن هنتحدث عن بعض الخصائص الشخصية والمهنية الخاصة بالمرشد النفسي، وعندنا أربع نقاط أساسية فيما يتعلق بمفهوم الذات، وفيما يتعلق بالدافع الشخصي، وفيما يتعلق بالقيم المسببة للسعادة والشعور بالآخرين. طبعا فيما يتعلق بمفهوم الذات، الأخصائي النفسي طبعا بيتحلى، يجب أن يتحلى بالذكاء والقدرة على الابتكار والإبداع والمنافسة المهنية والكفاءة في إدارة الجلسة النفسية الفردية والجماعية. وكل ده يعني بيعطي هذا الشخص أو المرشد النفسي صورة إيجابية عن مفهومه لذاته من خلال قدرته على المساعدة وتقديم الخدمات الإرشادية. طب فيما يتعلق بالدافع الشخصي، الأخصائي النفسي الجيد يتصف برغبة في النجاح، عنده رغبة أنه هو ينجح والتقدم في عمله، كمان حابب أنه يتقدم في عمله، فعنده دافع شخصي لهذا العمل. دي بتبقى خصائص موجودة في المرشد النفسي الجيد. طيب كمان الشعور بالآخرين، وفيما يتعلق بالقيم المسببة للسعادة الأول لو تكلمنا عليها، يجب على الأخصائي النفسي الجيد أن يتمتع بالحرية الشخصية والسلوك في أقواله، وكل ذلك بيؤدي إلى إيه؟ إلى شعور بالسعادة أنه يقدم ما هو مفيد لهذا المجتمع. بالنسبة للشعور بالآخرين، عندنا دور الأخصائي أو المرشد النفسي دور مهم جدا في ما يشعر بمن حوله من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من أسرهم أو إخوانهم، فهو هنا يعني دوره في تقديم الخدمة لهم كشعور بمن حوله. طيب لو جينا تكلمنا عن الخصائص الشخصية والمهنية للمرشد، عندنا خصائص معرفية، وفي خصائص وجدانية، وفي خصائص إنسانية، وفي خصائص مهنية، وفي خصائص أخلاقية. لو تكلمنا عليهم في عجالة سريعة، الخصائص المعرفية طبعا لازم المرشد النفسي زي ما انا قلت قبل كده يتحلى بقدر من الذكاء، وعنده قدرة على اداء هذه المهنة بكفاءة، ويكون عنده طلاقة، وطبعا تعامل جيد مع الاخرين. في الخصائص الوجدانية طبعا يكون عنده توازن انفعالي، كيف هو هيقدم خدمات ارشادية بدون ما يكون عنده توازن واستقرار نفسي،
توازن انفعالي واستقرار نفسي والتزامه بالقيم المهنية مثل العدل والحياد والاهتمام. طب الخصائص الإنسانية لازم تكون عنده، يعني زي ما احنا قلنا، شعور بالآخرين وحالة وجدانية لإقامة علاقة سوية مع المستوش. طيب الخصائص المهنية، القدرة على إدارة الحوار والمناقشة، طبعا يكون عنده قدرة على الإنصات وتحقيق الانضباط، ولديه القدرة على إقامة علاقة مهنية تتميز بإيه؟ بالكفاءة مع المستوشي. آخر حاجة عندنا الخصائص الأخلاقية، وتكون الخصائص الأخلاقية دي طبعا أي شخص يعمل في مهنة يجب أن يتحلى بالعدل والأمانة والإخلاص والقدرة على التسامح وأن تتفق أقواله مع أفعاله. هذه من الأمور المهمة جدا في حياتنا، أن تتفق أقوالنا مع أفعالنا.